شفت لك تصريح يعني كلش كلش خطر تقول هذا تسديد لفواتير حرب غزة. نعم يشترك بهذا الأمر على اعتبار أن احنا عندما نمرر الأنبوب بأراضي سيناء الكيان الصهيوني يفرض علينا رسوم لمرور هذا الأنبوب يعني راح ندفع وراح ندفع لمصر ومصر تعودها إلى إسرائيل. شنو المشكلة بيوضح لي إياها أكثر هذا الأنبوب شنو المشكلة؟ سيد الفاضل بعيدا عن الجدوى الاقتصادية وبعيدا عن تعدد مصادر التصدير كما زعمت وكذبت علينا الحكومة ووزارة النفط هذه الأكذوبة اللي يستخدموها حقيقة هو واقع حال بشكل صحيح. اقتصاديين ورجال اختصاص ونحن كلجنة اقتصاد لم يمرر علينا جدول اقتصادية من هذا الأمر على اعتبار احنا ايش قد راح نصرف على هذا المشروع. هذا المشروع راح يصرف عليه من قبل الحكومة العراقية 28 مليار دولار 28 مليار دولار. الأنبوب بالمناسبة الأنبوب خلي أبدأ لك وبعدين أخاطر لا الأنبوب يمتد بمرحلة أولى من بصرة إلى حديثة ومن حديثة إلى العقبة مرحلة ثانية ثم إنشاء مصفى نفطي بأموال العراقية بالأردن يصفي النفط للشعب الأردني وما فاض عنه يشتري العراق بأسواق البورصة العالمية ثم هذه الكارثة ثم يمتد تصدير النفط بهذا الأنبوب إلى أراضي سيناء المسيطر عليها من قبل إسرائيل وراح يأخذون ضرائب علينا على مرور هذا النفط بعد وين يوصل ثم يمتد إلى العين السخنة في مصر مثل ما ذكرت رواية الحكومة وهي مواقعهم الرسمية العين السخنة